حب الذات هو الشيء الوحيد اللي حينقذك وحيغير لك حياتك. أول شيء عندي تحدي إلك، عارف الآن عن نفسك من غير ما تتكلمي عن اسمك، لقبك، عمرك، جنسيتك، دراستك أو شغلك. يلا ابدأي. كم واحدة فيكم ما عرفت شو تقول؟ أغلبية الناس ما يعرفوا حتى أنفسهم، وهي المشكلة. كثير ناس ما يعرفوا مين هم بعيد على هالنقاط، بعيد على إنجازاتهم وشكلهم وحسابهم بالبنك. كثير ناس يبنوا هويتهم على أشياء مش ثابتة، ولما يصير أي تغيير على هالأشياء يبطلوا يعرفوا أنفسهم، لأنهم ما يعرفوا مين هم فعلا. ما تقدري تحبي شخص إذا أنت ما تعرفيه بالأساس. طريق حب الذات يبدأ بأنك تتعرفي على نفسك. اجلسي وفكري شو الأشياء اللي تحبيها ويلي تكرهيها، شو أهدافك، شو قيمك، شو العادات السيئة يلي عندك، شو نقاط قوتك ونقاط ضعفك، شو الأشياء يلي تحزنك ويلي تسعدك. مارسي سيلف ريفليكشن، اللي هو لما تعملي شيء فكري أنا ليش تصرفت بهالشكل، أنا ليش قلت هيك. لما ما تحبي شيء اسألي نفسك أنا ليش حبيته أو ليش ما حبيته. لما شخص يقول لك شيء وتنزعجي اسألي نفسك أنا ليش انزعجت. اسألي كل هالأشياء مش بنية إنك تحكمي على نفسك أو تعذبيها، ولكن بنية إنك تفهميها أكثر وتتعرفي عليها. هيدا حيخلي وعيك يزيد بنفسك وتصرفاتك وبمشاعرك. في شيء بعمله من كم سنة وساعدني في رحلتي مع نفسي، هو الجورنالينج. عندي دفتر صغير كل يوم اكتب فيه أفكاري، مشاعري، وهذا يساعدني في إني أفهم نفسي بشكل أفضل. لما تعرفي من أنت فعلاً، حتقدري تفصلي نفسك عن كل التفاصيل الأخرى المتغيرة. أنت مش شكلك، مش إنجازاتك، مش فلوسك، مش الأشياء اللي تملكيها. كلها أشياء تقدر تروح، ولكن حتى لما تروح حتضلي أنت هي نفسك. الآن أنا أحب نفسي وأنا دكتورة صغيرة في العمر، ناجحة، حلوة، ولكن حضلني أنا إذا كل هالأشياء تروح. حضلني أنا بصفر بحسابي بالبنك وبالتجاعيد مالية وجهي وغيره. حتى وقتها ححب نفسي لأني أكثر من هالأشياء. أنت هي أنت دائما، أنت هي أنت بكل تفاصيلك وبكل أحوالك. ما يهم إذا زدتي 10 كيلو أو إذا ما نجحتي في دراستك أو إذا ما قبلتي في الشغل يلي حبيته. حتكوني دائما أنت وحتحبي نفسك وتدعميها بكل مرحلة، لأنك تعرفي أنك أكثر من هالتفاصيل. تعرف على النفس هو رحلة حياتية، ما في شخص يضل نفسه، كلنا نتغير باستمرار. ففي كل مرحلة ضروري إننا نطلع على أنفسنا بعين الفضول والتفهم. كنت أتكلم مع صديقة وحكيت لها إني راح ضليت أسبوع في كوخلة وحدي وسط طبيعة، كان ممنوع أتكلم أو أستعمل موبايل. أول شي حكته لي إنه مستحيل أقدر أضل وحدي، لأني حاسة إني كثير حمل ومش حتحمل وحدة. ضليت بعدها أفكر في جوابها، يعني ليش لحتى الشخص يعرف نفسه ويحبها يحس بالملل في الوقت اللي قضي لوحده؟ إذا أنت ما تتحملي تقعدي مع نفسك، فكيف تتخيلي إنه غيرك حيستمتع بصحبتك؟ إنك تكوني لوحدك ما بيعني إنك وحيدة، لأنه يلي عنده نفسه أبدا ما يكون وحيد. في عادة بدأت أعملها من كم سنة وبنصحكم فيها، كل أسبوع تجهزي لتروحي موعد غرامي مع نفسك. روحي تمشي، تغدي، تسوقي، أعملي أي شيء. المهم إنك تتعودي على هالوقت اللي تقضي لوحدك. هي فرصة لتتعرفي أكثر على نفسك ولتكوني مرتاحة أكثر مع صحبتها. ما في أقوى من مرأة مرتاحة بصحبة نفسها، لأنه المرأة يلي مرتاحة بصحبة نفسها مش حضيع وقت على ناس ما بيستاهلوا. مستحيل تسمعيني أقول أي شيء سلبي عن نفسي حتى لو مزح. مستحيل تلاقيني أضحك على نكتة تجرحني، وحتى لو أتكلم انتبه للكلمات يلي استعملها الحديث عن نفسي ومع نفسي، لأنه تأثير الكلمات قوي. عقلنا يصدق أي شيء نسمعه باستمرار. بفتكر أني من فترة كنت أتكلم مع أختي الصغيرة في موضوع، حكيت لي أنتي وجه فقر. هذا السلاح بلهجة تونسية نستعمله لما شخص يفضل شيء رخيص بدل شيء غالي. طبعا كانت تمزح، وأنا كنت أستعمل هالمصطلح قبل وما أفكر فيه، كنت أقول على نفسي أني وجه فقر. ولكن هالمرة لقيت نفسي بحكي لها لا، أنا مش وجه فقر، أنا وجه عز ورخاء ودلال وخير. كلامك لنفسك يتحول الحقيقة يلي تصدقيها. لهيك اتكلم مع نفسي فقط بحب وإيجابية وبعطف. اتكلم مع نفسي وكأني اتكلم مع أكثر شخص أحبه، لأني فعلا أكثر شخص أحبه. لما ابدأ أعمل شيء جديد وصعب، قول لنفسي أني ذكية، قوية، عندي القدرة أحقق أي شيء حابة أحققه. كل مرة أقف قدام المراية بلاقي نفسي أقول واو مرام، تجني، شعرك يجنن، وجهك يجنن، ضحكتك تجنن.
من يومين كنت أفكر قديشني محظوظة لأني أقدر أطلع في نفسي في المراية كل يوم وأضحك لنفسي. تخيلوا. أصلاً أحياناً حتى بحس أني أحسد الناس يلي موجودين حولي. حرفياً ما أحتاج شخص يتغزل فيني أو يدعمني لأني أعمل كل هالأشياء لنفسي وزيادة. جربي هالتمرين كل يوم الصبح لما تطلع على نفسك في المراية، امدحي نفسك وحتشوفي الفرق مع الوقت، لأنه فعلاً هالشيء غير فيها كثير. لو سألتيني من 4 سنين كنت حقول لك على الأقل عن 4 عمليات تجميلية حاب أعملها و10 الأشياء اللي ما أحبها في شكلي. المجتمع يحاول يفرض علينا كل سنة معايير جديدة، لازم تصيري بهالشكل أو هالشكل. من 10 سنين جسمك كان لازم يكون مثل الساعة الرملية، هالسنة لا كوني نحيفة. السنة اللي فاتت يقولوا لك الشفايف الكبيرة موضة، هالسنة لا أشكالنا مش موضة. وجهك مش لازم يتغير كل سنة لحتى يواكب الموضة. انتي كافية مثل ما انتي مثالية مثل ما انتي، وجهك مثالي، انفك مثالي، جسمك مثالي، كل شيء فيكي مثالي. لا تخلي اي شخص يقنعك بغير هذا. الجمال ما يخضع لاي معايير، الجمال ما يتحدد، لان الجمال في الاختلاف. اختلافنا هو الشيء يلي ميزنا. تخيلي قديش حيكون العالم ممل لو كنا كلنا نشبه بعض. تسامحي مع شكلك، تسامحي مع وجهك ومع جسمك، حبيهم لأنه الله خلقك كاملة. لما نحب شخص عيونه تشوفه في أجمل صورة وما تلاحظ أي عيب فيه، ليش لحتى ما نشوف أنفسنا بنفس العيون؟ مثل ما تلاحظي الجمال اللي في غيرك، لاحظي الجمال اللي في نفسك، ولو ما شفتيه فالمشكلة من عيونك ومش فيكي، لأنك حلوة. تذكري أنك مع كل كلمة تقوليها لنفسك عم تخاطبي نفسك بكل الأعمار. الكلمة الحلوة اللي تقوليها أو الكلمة الجارحة عم تسمعها نفسك الطفلة والمراهقة. كنا عشان كثير في حياتنا، ممكن تنمر، تحرش، ممكن عدم اهتمام وتخلي، ممكن عنف جسدي نفسي أو غيره. في داخل كل واحد فينا طفلة صغير مجروح. مش فاكرة وين سمعت هالتمرين ولكن أحبه. غمضي عينك شوي وتخيلي نفسك الآن في عمرك هذا وشكلك هذا، وتخيلي إنه قدامك في بنت صغيرة. هالبنت هي أنتي في طفولتك واقفة قدامك، شو حتعملي؟ تقدري توقفي الفيديو وتتخيلي. أنا تخيلت إني حروح أحضنها ولعب بشعرها وقلها إني أحبها وإني موجودة لأجلها دائماً، وحكون دائماً موجودة لحميها. البنت الصغيرة الضعيفة يلي جرحت كثير وتحتاج حماية هي موجودة في داخلك، هي دائماً معك وجزء منك. كل كلمة حلوة أو تصرف حلو تعمليه لنفسك، أنتي في الواقع تعمليه لها أيضاً. بينما عم تحبي نفسك وعم تعافيها، أنتي عم تعافي هالطفلة معك وعم تمسحي كل دمعة نزلتها. تذكري هذا دائماً. عندي عادة صغيرة حلوة، في آخر كل يوم أشكر جسمي على كل شيء عمله. أشكر رجلي لأنها أخذتني لكل مكان، أشكر عيوني على الأشياء اللي شافتها، وأشكر إيدي على كل شيء مسكته. كل يوم أحضن نفسي وأبوس كتفي وأقول لنفسي إني أحبها وإني ممتنة إلها وإني دائما موجودة إلها. موجودة المرام الرضيعة والطفلة والمراهقة والمرأة يلي أنا عليها الآن. أنا بصدق إنه كل طفل ينولد مليء بالحب لنفسه. دائما نشوف الأطفال يبوسوا أنفسهم لما يشوفوا انعكاسهم في المراية، ولكن مع الوقت المحيط والمجتمع يعلمك إنك تكره نفسك. في صغاري كنت كثير حلوة، أي شخص يعرفني كان يقول أهلي إني كثير حلوة، وأنا كنت أشوف أيضا إني حلوة، إلى أن بدأت أتعرض للتنمر من بعض الأشخاص بسبب وزني. مع العلم إني ما كنت كثير تخينة، مجرد طفلة في مرحلة النمو. أخذ مني سنين لحتى أتخلص من هالأثر يلي التنمر سببه، سنين لحتى حسنت علاقتي بنفسي وبجسمي. الناس ما يدركوا التأثير يلي كلماتهم تقدر تسببه. الفكرة إنه في أغلب الأحوال صوت الناس يتحول لصوتنا بدون وعي منا. حد قالك بشعة، بعدين أنت بتقولي هالكلام لنفسك وبتعيدي. حد قالك إنك غبية، هالكلمة تتكرر في عقلك إلى أن تصدقيها. كلام الناس وصوتهم يقدر يتحول صوتنا بدون وعي منا. عزيزتي، رأي الناس فيكي مش الحقيقة، نظرتهم إليك مش الحقيقة، المعايير اللي يفرضوها عليك ويحاولوا يحطوكي فيها مش الحقيقة، هي معايير وهمية. ولو رأيهم عكس شيء حيكون فقط انعكاس داخلهم. إذا داخلك جميل حتشوفي جمال في غيرك، إذا لسانك جميل حيكون فقط الأشياء جميلة. الشخص اللي مليء بالمشاعر الإيجابية حيحاول ينشرها حوله، لأن الإيجابية تحب الإيجابية والعكس صحيح. أما إذا شخص قلبه داخله أسود حيحاول ينشر السواد حوله. الإنجليزي يقولوا misery loves company، البؤس يحب الصحبة. أنت مش مسؤولة عن سواد قلوبهم، هاي مشكلتهم ومش مشكلتك. عندي سنة على السوشيال ميديا وما عندكم فكرة قديش بتعرض للتنمر على أشياء مختلفة،
ولكن مش أنا فقط، لأنه أصلا تعليقات الكره موجودين دائما للكل وبدون استثناء. في تعليق قرأته من فترة، الوحدة قالت لي لو كان عندي سنانك ما كنت أضحكت. تخيلوا. في كل مرة شخص يقول لي تعليق سيء، أول شيء يفكر فيه هو قديش الشخص اللي يطلع منه هالكلام تعيس في حياته، لأنه ما في شخص يحكي لك شيء سلبي غير ما يكون عايش حياة بائسة، وغير ما يكون هو في حد ذاته تعيس وبائس في حياته. ما في شخص سعيد وواثق حيحاول يجرحك، أبداً ما في. عندي لك نصيحة، المرة الجاية لما شخص يحكي لك شيء جارح لا تركزي عليه، لا تعصبي، لا تزعلي، فقط أشفقي عليه لأنه فعلاً يستحق الشفقة، ودعي له أنه الله يخلصه من السواد اللي في قلبه، وتذكري أنه رأيه مش الحقيقة، هو فقط وجهة نظر. من السهل تقولي أحب نفسي، ولكن شو عمق الحب؟ يا ترى تحبي نفسك كفاية لدرجة أنك تختاريها دائما، لدرجة أنك تطلعي من علاقة سامة أو تغيري عاداتك السيئة؟ عمق الحب يقاس بالأفعال ومش بالكلام. لأي درجة تحبي نفسك؟ شو الفائدة لما تقولي أحب نفسي بينما بتعملي أشياء ما يعملها غير شخص يكره نفسه؟ اسألي نفسك في كل مرة، كيف حيتصرف الشخص يحب نفسه في هالموقف؟ الشخص اللي يحب نفسه يعني بجسمه، في عندك جسم واحد حتعيشي فيه كل حياتك، عندك مسؤولية قدام نفسك لحتى تعتني بصحته، كلي أكل صحي ومتوازن، غطي جسمك بكل العناصر اللي يحتاجها، حركي جسمك، اطلعي تمشي، اعملي رياضة تحبيها لأنك تحبي جسمك ونفسك ولأنك تستاهلي أنك تكوني وتعيشي في جسم صحي. اهتمي ببشرتك والتزمي بروتين عناية بالبشرة، حطي واقي شمسي كل يوم، اهتمي بصحة شعرك، نامي على الأقل 7 ساعات يومياً، اطلعي تمشي كل يوم وقضي وقت في الطبيعة، اهتمي بصحتك الجسمية والنفسية، هذا حرفيا الأساس لكل شيء، وشيء مش قابل حتى للنقاش. الطريقة اللي تعاملي بيها نفسك تقول للناس كيف لازم يتعاملوا معك. إذا أنت مهم لنفسك وجسمك، الرسالة اللي تعطيها العالم واضحة، أنا إنسانة مش مهتمة حتى في نفسي، فمهما أنتم وكيف ما أنتم عاملتوني حيكون عادي لأني متعودة على هذا. هالكلام حيزعج كثير ناس، ولكن الطريقة اللي تعاملي بها جسمك هو انعكاس مش فقط حبك لنفسك، ولكن أيضا لاحترامك لبيتك. في حياتك أنت هي أولويتك الأولى. نقدر نحب الناس ويكونوا مهمين في حياتنا، ولكن دائما ضروري نحط أنفسنا الأول. أهلنا، أصدقائنا، أزواجنا، أطفالنا، كلهم مع الأسف يقدروا يروحوا، ولكن حتى وقتها نفسك حتكون الوحيدة اللي تضل معك. نفسك معك من أول نفس بهالدنيا والآخر نفس. فكري دائما أنا شو أريد في هاللحظة، أنا شو أحتاج. إجراءات سلامة في الطيارات تقول إنه لما يصير شيء وجنبك ابنك ضروري تحطي جهاز تنفس لنفسك الأول وبعدين لابنك، ببساطة لأنه لو ما ساعدتي نفسك مش حتقدري تساعدي أي شخص. إذا ما كنتي موجودة لنفسك مش حتكوني موجودة لأي شخص. حب الذات مش أنانية، إنك تحطي نفسك أولوية مش أنانية، هي ضرورة لكل شخص. لما تكوني مليئة بحب الذات، لما تكوني دايما مراية نفسك وذاتك وتحطيها أولوية، هذا حيغذي منك ومن طاقتك وحيزيد من شغفك للحياة. الشخص اللي يحب نفسه ويحترمها يحط حدود شخصية مع كل الناس، الأصدقاء، الأهل، شريك الحياة، وحتى مع نفسك. هاي الشغلة أبدا ما يعلموها لنا للأسف، ولكنها جدا مهمة. الحدود الشخصية ما تعني إنك تقلل الاحترام أو تقطع علاقتك بالشخص. حدود شخصية يعني إنك توضحي للشخص الطريقة اللي لازم يتعامل بها معك، وما تسمحي له يتخطى هالحدود، وإذا تخطاها يتحمل هو المسؤولية. تعالي أحكي لك أمثلة عن حدودي أنا شخصية. مثلا ما أسمح لحد إنه يتعدى علي لفظيا أو جسديا، ما خلي أي شخص يقرر عني أنا شو أعمل. أكيد أحب أسمع النصيحة إذا طلبتها، ولكن بصدق إنه كل شخص يعرف الأفضل إله، ما في حد يعرف الأفضل إلك غيرك أنت. ما أسمح لحد يعلق أي تعليق عن جسمي، عندي مراية في بيتي وما أحتاج شخص يقول لي إذا نحفت أو تخنت أو كثير أشياء ثانية. كل شخص عنده حدود مختلفة تعتمد على حاجاته كشخص. حدودك الشخصية تحدد الأشياء يلي مش هتقبليها، وهي تعبير منك عن احترامك لنفسك. قريت شي بقول الشخص يلي ما يتعجب حدودك الشخصية هو شخص يستفيد من غيابهم، وهذا فعلا صحيح. إنك تحبي نفسك ما يعني إنك تضلي نفسك أو إنك أبدا ما تتغيري وما تغيري أي شيء فيك. تقدري تحبي نفسك الآن بينما تحاولي تكوني الشخص اللي حابة تكوني. تقدري تكوني تحفة فنية بينما في نفس الوقت تستمري في إنك تشتغلي على هالتحفة.
إذا تفكري أنك هتحبي نفسك فقط لما تخسري الوزن أو لما الشيء محدد يصير أو يتغير في حياتك، فأنت عم تخدعي نفسك. وجودك كافي لحتى تبدأي تحبي نفسك في هاللحظة. خلي حب الذات يكون دافعك لتكوني أفضل كل يوم لأجل نفسك أولاً قبل أي شخص، لأنك تستاهلي.